التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني، وجسدت مواكب التلاحم العميق، تقدير وتنوير رؤسائه ورفاقه في الكفاح المسلح. اليوم أسرة المقاومة وجيش التحرير وساكنة إقليم العيون وجهة العيون الساقية الحمراء كانوا على موعد مع إحياء وتخليد ذكريتين عظيمتين وحدثين تاريخيين بارزين، هما الذكرى 64 ديال معركة تشيرة، والذكرى 46 لجلاء آخر جندي أجنبي عن أقاليمنا الجنوبية يوم 28 فبراير 1976، أي منذ 46 سنة. وهي مناسبة اللي من الواجب علينا ومن مسؤوليتنا أن نقف عندها لوقفة تأمل وتدبير وتذكير، مصداقا لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومعنا أسرة المقاومة وجيش التحرير أوفياء هذه الذكريات الوطنية اللي كتجسد محطات تاريخية جديرة استحضارها وجديرة بتنقلها وتوارثها ما بين الأجيال المتعاقبة جيل عن جيل، لأن في هذه الذاكرة التاريخية وفي هذا الرصيد التاريخي نجد طبعا ديك الحمولة الثقيلة ديال القيم ديال المعاني ديال الدلالات ديال المتن العليا ومكارم الأخلاق اللي خصها تبقى راسخة في المجتمع المغربي وتبقى الأجيال تهتدي بها وتقتدي بها لمواصلة مسيرات الحاضر والمستقبل. ونحن دائما نقول ونؤكد بأن أبناء أقاليمنا الجنوبية المسترجعة هم فعلا كانوا مثال وخير مثال ديال الجنود الأباة اللي بناوا العظمة ديال هذا الوطن وبناوا يعني المستقبل ديالو اللي هو الحاضر ديالنا اليوم، وسيظلون كذلك دوما في مواصلة هذه المسيرة الطويلة اللي هي مسيرة أجيال تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذه دركت هي الذكرى كان يحتفلوا بها أولاد المقاومين والمقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناسبات أخر جندي 28 فبراير، يعني اللي كنا نحتفلوا به من كل سنة نحتفلوا به، ونحتفلوا بمناسبات الجشيرة أملي نحتفلوا أملي بها، ونحتفلوا بهذه المناسبة كمناسبة رسمية عندنا في كل سنة. وحنا فرحانين المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وجه سعادة المندوب هولة ديال المقاومة وأعضاء جيش التحرير قسم الجوائز وقسم المعاونات على المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وإحنا في كل مناسبة يسوى أي مناسبة وطنية مستعدين لها ومستعدين في كل مناسبة، وإحنا فرحانين والمقاومين فرحانين الحمد لله، وإحنا بخير وعلى خير الحمد لله. ونتمنى طول العمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله والأسرة الملكية الشريفة وولي العهد.